نفس الكلام مجدي قفشه، نفس الكلام انا بقول لك مجدي قفشه. هو امبارح بصراحه خلينا وفي الفرقتين يعني في الزمالك وفي الاهلي، بن شرقي ما جاش ولا بن شرقي بس استنى بس لا اللي هم بيصنعوا الفارق اوباما وكان مين اللي ناحيه الرايت احمد سيد زيزو وزيزو التلاته ما جوش فظلموا مصطفى محمد. نفس الكلام الناحيه الثانيه بس اتنين اللي ما جوش جيرالدو وحسين الشحات فظلموا اجاييه وظلموا مجدي قفشه لان مجدي كان بيمسك الكره امبارح. حسين الشحات امكانياته كبيره جدا يا كابتن رضا، يعني امكانياته ما تقدرش تقول عليه ان هو لعيب وحش، لعيب كبير عنده امكانيات كبيره لازم يصنع الفارق. لازم يفرق بقى انت بتلعب في الاهلي في ايه عند حسين الشحات وعدت المرحله بتاعه المبلغ وان انت جاي خلاص الكلام ده كله واجاد بعدها خلاص يعني هو دخل في مراحل اجاده بعدها. هي اجادته من بعد ماتش الزمالك اللي هو 3-2 السوبر بالظبط كده تمام. ده بدا يفوق وجاب جون في الزمالك ومشي كويس فتره، بعد كده رجع ضرب غطس. ليه؟ لان بيمسك الكوره وعايز يلعب ويبين للناس ان انا اهو. لا مش انت اهو،